تكسي بشتر هون وكتير يعني اذا ما بجي لهون بشتاق اجي لهون حتى البقرات متعودين علي. اذا بيجي حدا تاني وانا ما بجي بصير بمعقول وبحب الطبيعه ورواق وما في عشان. شيني أو فجرون عمري 21 سنة بتعلم محامية وبنفس الوقت بشتغل بمزرعة حيوانات. بجي على المزرعة الساعة 6 الصبح بشوف البقرات بهتم فيهم بحلبهم بنظفهم بطعميهم ومن 8 لل 10 براعيهم لأنه هلا في حشيش وبتعرفي إنه العدد كثير عالي فعم نراعيهم ومن 10 ل 12 بتعلم أونلاين بدروس وصار لي 3 سنين بشتغل هون وكثير بحب شغلي لانه بلحق على الاثنين بقدر ادرس واشتغل بنفس الوقت. لو كنت بمحل ثاني بمطعم او شيء ما بقدر ادرس بيكون في عجقه ويعني بدي اشتغل بس. الحمد لله انه بيي واهلي كلهم بشجعوني وبفتحوا فيي. اكيد في كثير انتقادات انه انت بنت حلوه اللي عم تشتغلي هون اللي عم تشتغلي محل ثاني، بس انا قصد كمان حبيت اشتغل هون لبين للناس انه انا حتى لو بنت بقدر اشتغل شغل شباب وبقدر اقسم وقتي وبقدر احمل شيء ثقيل بدل ما احمل 25 كيلو بقدر اقسمه للعشرة 10 كيلو وقول الشغل مش عيب لو شو ما كان. من يوم القيم كان بقرة بدها تولد، هي أول بقرة بولدها، كان المعلم معي، صرت أنا سادرة المعلم مشد. تاني بقرة يعني وقتها ولدت الأولى صرت نبش على اليوتيوب كيف بيولدوا إذا كنت مرة وحدة. تاني مرة كنت وحدي أنا، كان الحمد لله العجل يعني راسه من قدام وإيديه، فأنا بقري سحبته والحمد لله يصير البقرة بشمت بعد 3-4 ساعات يعني، وصرت بعرف ولد البقرة. نزلت الابلكيشن تيك توك، ما كنت مشهوره ولا كان حدا بيعرف فيي. من يوم الايام نزلت فيديو انه انا عم بحلب البقرات وعم بتعلم محاميه. نمت فقت لقيت الفيديو عليه 8 مليون مشاهده وبنفس الوقت جبت 100,000 متابع وبلشت المقابلات تجيني وتعرفوا علي وانشهرت والناس تحبني وتشجعني. في كذا بنت يعني صاروا يتشجعوا ويشتغلوا اشغال مثلي وما يستحيل. العالم فيها تشتغل مثل هلا اذا حدا جايب شهاده انه هو مدير بنك، في هلا يخفف من حاله شوي ويشتغل محاسب يتعلم ويكتسب خبره ومهارات وبس يضبط الوضع بيرجع بيعمل مدير بنك بيكون اقوى من يكون قاعد بالبيت.